السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم راح تتناول كيف أنه أنا أنزل بيانات أو الراستر الخاصة بخريطة استعمال الأراضي Land Cover Land Use وبشكل حديث. طبعا عندنا عدة مواقع جدا يعني ممكن يكونون أكثر يعني تخصص بيها، يعني مثل ما نقول تخصص التحسس النا الريموت سنسنج جماعة هندسة الجيوماتيك. هنا أنا دا أبين بالشكل المبسط إن شاء الله، الشكل المبسط اللي يفيدنا يعني إحنا كهندسة مدنية، هندسة ووتر ريسورس، وأشتغل بصورة عامة أحتاجه. لكن اللي مثلاً يشتغل يعاير، مثلاً أنا أريد أعاير لاند كفر لاند يوز، ممكن يحتاج أكثر من قمر، أكثر من موقع، أكثر من كذا، وبعدين يسوي لهم مثلاً أكيرنسي، يشيك الدقة اللي خاصة بهم باستخدام مثلاً مؤشر جابا. Anything. فهسه أنا أحد الأقمار اللي تستخدم هو Essential 2 Resolution مالت 10 متر، كل الزين يعني يعتبر فد موقع جيد جدا، الريزوليوشن إلى كلش تمام، إنك تقدر من خلاله تنزل Land Cover Land Use Time Series Downloader. طبعا هذا الموقع تابع إلى شركة إيزري، نحن مثل ما نعرف كل إحنا إنه الشركة هي أصلا اللي مصممة برامج جي آي إس كل انواعها، ارك ماب جي اي اس، كيو جي اي اس، اني ثينك الاخير. فتقدر تعرف هنا ايضا مواصفات السورس، المارش مالتها، ايش قد يصير تحديث. فاثناء ما انه وايضا اذا تشوف انه باستخدام الموقع مخليه تقييم، انه طبعا تكون هاي جاهزه للاستخدام، يعني هي اصلا احنا باقي الاقمار ننزل لاند كفر لاند يوز، لكن نروح نسوي لهم عملية تصنيف باستخدام طريقة الـ يعني الإشراف المباشر السوبرفايزد الانسوبرفايزد أو الطريقة يعني الأكثر شيوعا هي طريقة الماكسيمم لايكليهود إنه نصنف بها. هذا هو أصلا مصنف، أو ذيش الطرق تحتاج تسوي لها أكيورنسي إنه دقة، مؤشر جابا مع جوجل إيرث، يعني في الطريق جدا طويل اللي هم راح يتخصصون ضمن معايرة او يعمل فد اكيورنسي لللاند كفر لاند يوز. هنا هاي هنا مصنفه ضمن الديب ليرنج، يعني ضمن مستخدمي طرق تصنيف حديثه جدا، وطريقه الديب ليرنج ايضا بها الباثيون لانجويج. فالطريقه اصلا هنا مصنفه كلش ممتازه، يعني من الشركه، وينزل لك اياها على شكل راستر فاكشن تمام عيني. فهاي دي يعطيك هاي التصنيفات، تقدر تدخل انت عند الموقع، وبالمناسبة الداتا بروجكت كلها باليونيفرسيال ترانسفير الميكروتر اللي هو الـ UTM، الوحدات اللي احنا اصلا نحتاجها بالجي اي اس. ودي يقول لك هنا حجم الخلية اللي هو البكسل مالتك 10 متر، فهل قد انه تساوي بالدقري، والتايب شنو نوعها وياها المصدر الها. فهذا الموقع دي يعطيك مواصفاته بالكامل، اللينك الى راح تركب صندوق الوصف الديسكريبشن. نجي احنا من تنزل هسه اني اذا اريد ادخل على اي مكان بي هنا اروح اقول له على اللايف، اعرض له الابلكيشن، هنا هنشوفه هذا الفيو. هذا هو الموقع Essential Tool، قمر الصناعة Essential Tool Land Use Land Cover Downloader. تغلق هاي، دي يقول لك هاي انه هنا يعني انه هذا الابليكيشن شدي يوفر لك individual 10 متر resolution، والصورة مالتا راستر بصيغة تف سينس اللاند، جميع اللاند الموجودة على مثل ما نقول على الطابع الكرة الأرضية للسنوات دي وزن بمناسبة، ودي يوفرهن بشكل حديث جدا. يعني هو صح مبلش من 2017 لكن متواجد لحد 2021، 2022 راح تنزل إن شاء الله قريبا. ودي يقول لك هنا الحجم اللي خاص بهم، تنزل أنت لكل الكرة الأرضية، بعدين بالشيب فايل الخاص بمنطقة دراستك تستقطع اللي خاص بيك. فهسه هنا ها 2000 يا سنة أنت تحتاجها، مثلا هسه أنا راح أنزل 2021، من اقول 2021 راح تنزل تسوي لها داونلودر هنا أنا. فبعد ما تتحمل كامله، يقول لك لاند كفر او لاند يوز لاند كفر 2021، تكمل التحميل، تفتح حتى الملف المضغوط. هسه احنا نجي بصوره عامه هنا
فإذا تريد تعرف الكريديت الخاص بالموقع شلون دي يتعامل بأي طريقة معالجة بيها، أكو بحوث حديثة منشورة مستخدمة لاند كفر لاند يوز. إي نعم، مجرد ما أنت تدخل إلى أي موقع عن طريق الباحث العلمي جوجل سكولر أو ريسيرش جيت أو أكاديميك إدوكيشن بابلون أني ثينج، يعني مجرد ما تكتب راح تشوف الكثير من البحوث منشورة عالميا عن من استخدام اللاند كفر لاند يوز عن طريق هذا القمر اللي هو سينشل 2 10 متر لاند كفر لاند يوز. فبعد ما انه تكمل ينزل هنا الخاص بك، انت تروح تفتح الارك ماب الخاصه بك وتستدعي اللي بصوره عامه وتستقطع على الشيء فايل الخاص بمنطقه دراستك اي شيء. هنا انا هسه عندي اليوم ذول الاثنين، اختارهم اثنيناتهم، تجمعهم تجميع احتياجي، سويهم بالموزايك، بعدين تستقطعهم على اساس منطقه دراستك. هي هاي كل ما بي الامر، يعني هاي ناس نجي الى شغل راح يكون شغل جي اي اس، بس اثنيناتهم اختاريناهم، راح نقول له اد، راح يضيف لي اياهم بالارك جي اي اس هنا. هي انا هنا مصنفتها مفروض اعيد، هنا راح تقدر تنزلها، هنا نزلتها لك، راح تنزل بشكل مضغوط، هذا هو اللاند يوز لاند كفر، تاخذها هاي القيمة اللي عندك انت اللاند سات مال اللاند كفر الخاص بيك، تنزل لك على شكل هسه بعد ما انه يخلص التحميل، ياخذ وقت اللي هو نوعا ما اللي هو هنا، بعد ما يكمل التحميل تخلصه انت تماما، تروح تفتحه للملف المضغوط، تستدعي بالارك جي اي اس، بعد ما تستدعي بالارك جي اي اس راح تروح تقطع على الشيب فايل الخاص بمنطقة دراستك، وراح يعطيك على الجانب تسميات 1 2 3 4، يعني يعطيك الفاليو. خلنا نظل شلون ننطي الفاليو حتى تكون واضحة أمامك، يعني هنا أنا مثلا يعطيك الفاليو، أنا هنا أنا هسه بدي سكتور هاي لاند يوز لاند كفر، هاي استدعيناها هالشكل، خلي اخفي ذولاك مثلا، انا هنا مجرد مستقطعتها على الشيب فايل قديم نو بروبلم، ينطيك هالشكل قيم 1 2 3. طيب انت تعرف شنو معناهن؟ شلون اني اقسم اللاند كفر خريطه استعمال الاراضي؟ هل تكون مثلا هذه المنطقه تمثل لي مياه ايا كانت نوع المياه، انهار، بحار، محيطات، غيرها، سنو، مثلا هاي هل هي تمثل مناطق فلات فيجيتيشن؟ هذه تمثل مثلا شنو المناطق؟ مثلا بري اريا، مناطق جرداء، هاي مثلا هل هي مناطق سكنيه؟ هاي شو تمثل لي؟ فنوع من المحاصيل معينه؟ هاي شو يعني؟ احنا نريد المهم نغطي المنطقه، نعرف هاي المنطقه شنو استخدامها، مو بالتفصيل لازم انه انا اعرف، يعني لازم مثلا هنا اقول فنوع محاصيل ولازم اصنف المحصول مثلا هو كذا محصول، لا، المهم انه انا انطيته. ليش انا احتاج هذا الامر اللاند كفر لاند يوز؟ حتى انا احقق ايش قد اعرف الغطاء الكيرف نمبر، مثل ما نقول الغطاء النباتي، او ايش قد متحقق من هاي المنطقه او غيرها، فيفيدني بهواي امور. فشلون اقدر اغير هاي التسميات هاي الفاليو؟ اروح على الاتربيوت اللي هو جدول السمات الخاص بها، افتحه، اضيف هنا أنا حق الجديد، اقول له طبعا انا ما تقدر تتحكم به انت لان الفاليو هو ناطق ياهن، تروح هنا تقول له اد، ضيف لي حق الجديد. هسه نجي بين ما يضيف الحق الجديد هو مجرد هذا الخيار اد فولد، راح اسمي مثلا اقول مثلا اقول لاند يوز نيم ان اي ام. بعد ما قلت له اختاره شنو، انا راح اكتب كتابات، فاختار تكست المحاضرة السابقة او الفيديو اللي نزل سابقا، وشلون انا اعدل واضيف بالاتريبيوت تيبل، فتقدر تراجعه وتتاكد من عنده. بعد ما انه انت تحدده هذا ضاف لنا اياه اللاند يوز نيم. هسه نجي اضيف نيم لكل واحد، شلون اروح على اديتر اقول له ستارت اديتنج، ضيف لي انت راح تشتغل عليها من ذني، انا منزله 3 فراح اشتغل على الجديدة اللي هي هاي، مثلا اقول له اوكي تمام. هسه راح اجي ذني حتى ما المفروض يبقن بس ارقام، اريد اني كاسماء، فشو يمثل لي الواحد هنا بالنسبه لموقع سينشل 2؟ اروح ادخل على الموقع نفسه، هذا هو من هنا راح انزل، دا يقول لك هاي التسميات هو ناطق ياهن كلاس
definition. الواحد يمثل لك الووتر، يقول لك جميع الأراضي المغمورة بالمياه اللي تشمل لك بصورة عامة الأنهار، البونز، اللايكس، الأوشين، الفلاد، الغيرها أيضا ال كذلك السنو. بعدين ثانيا التري، الأشجار أيضا شو تمثل لك، تمام يعني. والأشجار شو يعطيك إياها اللي يكون ارتفاعها 15 متر أو أكثر، 15 متر أو هاير، مو أي أشجار، مو مثلا يعني فد شجرة قصيرة، لا. من دا يقول لك أشجار يعطيك الأشجار اللي تصنيفاتها عالية، يعني مثل ما نقول غابات ضمن الباستر تتصنف. الفلات فيجيتيشن، النباتات اللي تنغمر بالمياه، أي نوع من أنواع اللي هي تكون شمية فصلية، أما ممكن تكون فصلية أو ممكن تكون أو ميكست أو جريس، فد نوع من الأشجار معينة إنه يعني تنمو مثلا عندك الرايز باديز أو أني أذر irrigated، يعني ما يعني اي مثل ما نقول مثلا قصب السكر، يعني اي نوع من انواع المحاصيل اللي ينمو دائما بالماء، تمام عيني. نجي الجروبس المحاصيل، هذا يا رقم 5. هسه انا مثلا من اجي هنا أنا اصنف رقم 1 ياها شو يمثل لي، يمثل لي الووتر. رقم 2 شو يمثل لي هسه هنا، رقم يمثل لي التري، اكتب تري. رقم 3 شو يمثل لي، 3 ماكو، 4 اكو فلات فيجيتيشن. فهسه انا من اروح هنا أنا اروح اغير الاسماء، اكتب هنا أنا. هسه هذا انطي شي يقول لي، قلنا واحد قلنا يمثل لنا الووتر دبليو اي تي اي ار. الثاني شو يمثل لنا مثلا التري، فاكتب تي ار دبليو اي، وهكذا الان اكمل كل الارقام. الثالث مثلا شو يمثل لي، مثل لي فلات فيجيتيشن، والى اخره، الى ان الواحد يكمل كل الخيارات الموجوده عنده، يعني لا باس بهن بعد ما يكملهن. هسه مجرد تروح تكملهن من هاي الاسماء، تنتبه على الفاليو. الفاليو شو ينطيك، شو يقرا لك الفاليو هنا، يعطيك 8، تروح تعرف لازم الثمانية شو تمثل هنا بهذا الموقع، تمثل لك البير جراوند، الاراضي الجرداء، فتعطيه هذا الاسم، هذا الاسم تاخذه كوبي تنطيه هذا الاسم تسميه هي، تمام. فبعد ما تكمل هذا تقول له تروح سيف، تقول له سيف اديت، تسيف هاي المعلومات اللي هذا، بعدين تقول له ستوب اديتنج. هسه وراها ندخل على البروبرتيز الخاصه بالجدول السمات، هاي البروبرتيز اذا نلاحظ هنا راح يتغير، قبل كان غير مفعل، هسه يقول لك انا معطيك هاي القيم بس على اساس الفاليو اللي هي اصلا الشركه يعني مسمحه بها. انت شو تسوي، تقول له لا اختار لي لاند يوز نيم، فعلى اساس شوف دا ينطيك هذا شو يمثل، هذا شو يمثل. فلما تقول له ابلاي، بعد ذلك تقول له اوكي، راح تلاحظ انه هاي تغيرت بعد ما صارت ارقام، وان ما صارت التسميات اللي خاصه بها. فما يصير انت ايضا كمعلومه عامه، ان شاء الله راح اسويها بفيديو واحد، ما يصير انا من احتاج اغير خاصيه لاير معين اروح على البروبرتيز مالتها واغيره واحد. يعني مثلا انا بدي اغير هنا، انا هسه هنا أنا اروح على السيمبولوجي اللي خاص بها ومنها اغير، لا من التغيير راح يصير مؤقت، مجرد انت ما تغلق الفايل بعد ما تحفظه وترجع تفتحه مره ثانيه راح تلقاه يرجع نفس هذا القديم، يعني ما صار التحديث او التغيير القديم الخاص بي. فحتى اني اتجنب هذا الشيء شو اسوي، اروح اغير من الاتربيوت تيبل اللي هو جدول السمات. فهاي اهم فقره انه الواحد يتعلمها. تكون محاضرتنا لهذا اليوم خلصت إن شاء الله، نلتقيكم بمحاضرات قادمة. دمتم بأمان الله وحفظه.